ما عرض السيد السوداني يعني هو كلام سمعناه من كل الحكومات اللي سبقته، وما وقعوه من ورقة واتفاقية سبق أن وقعوا ما هو أفضل منه باتفاقية أربيل. لكن تعال إلى أي مدى هذا الرجل راح يقدر ينفذ اللي طلب منه واللي وعد به؟ هو مو صدام حسين يأمر فيطاع. أنت جاي تحكي عن دولة مقسمة على 3 أركان، وثلاث أركان كل من ينظر للموضوع من زاويته، بمعنى الكرد عندهم استحقاقات مؤجلة من 2003 ليه هسه إذا مو من قبل 2003، وهذول الكرد يعني هم يقول لك إلى متى أنا بالنسبة لكم أنتم عندكم صراعات ما تنتهي، أنا أريد أبني مناطقي، أريد استقرار، أريد تنمية، أريد اقتصاد شعبي، ينتظر مني يعني خدمة. هذا ما راح يقدر يعني يجاملك إلى ما لا نهاية. هاي واحدة. الشغلة الثانية السنة، هاي المنطقة الغربية والعشائر العربية السنية عندها استحقاقات، مناطق مخربة مهدمة تريد ترجع تنبني، النازحين يرجعون لبيوتهم، بالسجون المخفيين قصرا، الناس الآلاف السجناء من السنة بدون محاكم، بدون كل ظلم بظلم، والانتزاع التحقيقات قصرا من عدهم، وذولاك هم بالسجون. يعني هاي همينة تنتظر العدالة شو وقت، يعني شو وقت تلتفت لهم أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم مفككين ينتظرون عودة اللي تهجروا خارج العراق، النازحين هذول هم عندهم استحقاقات، هم مناطقهم تريد تنبني وتريد تستقر، تريد تشعر المواطن العربي السني يريد يشعر انه هو عراقي مثل ما كان، الى مكانته والى ثقته والى التزامه والى احترامه، فضلا عن بقية المكونات الاساسية من المسيحيين من اليهود من البهائيين من التركمان من الشبك من الشركس من الارمن من السريان من المندائيين، هاي المكونات العراقية الاساسية الى متى تبقى مهملة؟ الى متى ما حد يجي هنا شيخنا راح نروح الى سؤال. اكو استحقاقات، بس اذا اسمح لي حتى هاي النقطه اوضحها، هاي استحقاقات يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار. ارجع لي للجبهه الشيعيه، الجبهه الشيعيه انبيها 3 أركان الان اساسيه، انت عندك التيار الصدري يشعر بمظلوميه وغضب، يعني يشعر انه انتزعت منه استحقاقاته بالقوه والغصب والإكراه، هذا واحد. اثنين عندك تشرين اللي هو شعب كامل، يعني مو جهة مو جهتين، ناس هواية وقدموا تضحيات، همينا شباب أغلبهم ويردون يشعرون بالأمان، يردون يشعرون بالاستقرار، يردون يشعرون أنه أكو فرصة أكو أمل، هذا همينا عنده. إضافة إلى نفس المكون الإطاري، أنت مالك علاقة هم المستفيدين من إطار شقيت 15 نفرات ترى بالحقيقة، بس المكون مالهم هذا جمهورهم، جمهور الحشد، جمهور الولائيين، جمهور القانون، جمهور الدعوة الحكمة، هذا هم جمهور هم عراقيين، هم يردون شوارع ويردون مدارس ويردون استقرار ويردون زين أنت إلى متى يعني شلون؟ فهذه المعادلة يعني تريد اولا يعني شجاعه وصبر وقوه وتماسك ومشروع.